مظبوط. طيب نروح لخبر تاني، واستخراج جوازات السفر للمكفوفين في سوهاج مجانا لغاية يوم 21 أكتوبر الجاري. ده اللي أكده الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، استمرار فتح باب استخراج جوازات السفر المجانية لذوي الاحتياجات الخاصة للمكفوفين فقط، التي بدأت من يوم 15 أكتوبر والمدة 7 أيام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وقسم الجوازات في سوهاج. كلف المحافظ كمان الوحدات المحلية المختلفة والجمعيات الأهلية ذات الصلة، مديرية التضامن الاجتماعي ومسؤول ملف الإعاقة بالمحافظة، بالتنسيق فيما بينهم والعمل على تسهيل إجراءات استخراج جوازات السفر للمكفوفين خلال الفترة المقررة، لافتا إلى أن المحافظة بتقدم الدعم الكامل لذوي الاحتياجات الخاصة وبيسهلوا الخدمات المختلفة ليهم، حرصا على تلبية متطلباتهم وتعزيز حقوقهم في جميع المجالات كونهم جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري.